مساء الخير. الدولة لازم تستثمر بالبنية التحتية، بالطرقات، بالجسور، مستشفيات، مدارس، بس ما في مصاري وما بقى فيها تتدين. أديب شو لازم ينعمل؟ خلا تفوت بعمليات بي 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 يعني public عوسطة شوي بي 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 يعني public private partnership، يعني هيدا عقد شراكة بين القطاع العام مثل بالدولة أم البلدية وكونسورتيوم، يعني مجموعة من شركات خاصة، وبيعطي القطاع العام للقطاع الخاص صلاحية بناء وتشغيل مرفق معين لعدة سنوات، أكيد لقاء بدل تدفعه الدولة. طيب كيف بتتم عملية البي بي بي؟ خلينا نفسرها أكثر شوي. بدل من الاستدانة للاستثمار بمرفق معين بمشروع معين، تيجي الدولة بتنقي بتختار شركة تجارية أو عدة شركات مؤلفين من مستثمرين، شركات مقاولة، شركات بناء، اما شركات مزودي خدمات ثانيه، تا ياسسوا بيناتهم شركه متخصصه بسموها اس بي في سبيشال بيربز فيهيكل، تتقوم ببناء وتشغيل مرفق معين مثل المستشفى مثلا. مثلا بتجي هالشركه بتبادر هالشركه بالاستدانه من المصاريف وبترهن المداخيل المستقبليه ضمانه لهالدين، وبتجي الدوله بتسدد لهالشركه بدلات سنويه بس لاداره هذا المشروع. مزبوط. طيب شو أهمية هذا الشيء أديب؟ بتكون هون الدولة سددت بدلات لقاء خدمات وما سددت فوائد الدين، يعني ما بتكون زادت الدين بموازنتها. وثاني شيء بتكون هالبنوكة أقرضت شركات خاصة تجارية خاصة وخففت من تعرضها لخطر إقراض القطاع العام. طيب خلينا نشوف شو هن القطاعات اللي عم تشمل عملية البي بي بي أديب. 33% بقطاع البناء، 25% بالتجهيزات المدنية، يعني المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والطاقة والماء والطرقات والنقل، و15% بالتجهيزات الرياضية والسقفية، و15% بالطاقة، و7% بالنقل، و5% بالتقنيات الاتصالات والمعلوماتية. وفيها تؤدي عملية البي بي بي إلى نمو الاقتصاد والحد من البطالة وتفعيل الخدمات، فالشغلة كتير مهمة تنظيم الدولة تتكون مشرفة على حسن التنفيذ، وإلا رح تصير كلفة إضافية على المواطن. بنشوفكم بحلقة جديدة، ما تنسوا تابعونا.